ثلاثة ساعات وانا كان رافع خرجت لقيت هذه الفوضى، لان مرفضوا اننا نقوم بالدور ديالنا. اولا حتى شي واحد ما عنده الحق يرفض ان المحامي يقوم بالدور ديالو، حنا كنأديو الرساله ديالنا، عندنا الحصانه ديال المرافعه ديال الدفاع، بالتالي ما يمكنش اي واحد اللي غادي يجمع واحد المجموعه ويخلق شويه ديال الصداع في المحكمه ولا في هذا واحد. دابا واحد السؤال انا غنسولو زعما ليك انت كصحفي، بالله عليك عمرك شتي شي واحد قاتل ليه ولادو ولا مغتصب ليه في هذا الكبيت ديالو كيدير الطريق؟ انا اول مره كنشوفها. هاد الناس كيتسالو 5 مليون فقط، حيت العقار ديالهم ماشي وهمي، راه ماشي باب دارنا، العقار ديالهم راه كائن، اي واحد فيكم ممكن يمشي يشوفو. الخبير كيقول، الخبير مداح مصطفى تيقول لك بانه 74% من المشروع كاينه، وان الباقي ممكن لاداو المنخرطين المتماطلين غيكمل. يعني كون كان هذا الراجل هذه مده خارج اسوار السجن كون راه كمل المشروع ديالو وخداو المسائل ديالهم ومشاو التزموا معاه امام العامل ديال اقليم بن سليمان، ومشاو يعني داروا شكايه وغدروا به وداروا شكايه قبل ما يكمل الاجل اللي عطاه العامل. العامل قال له حتى لمارس 2019، هو تعتقل في ديسمبر 2018. دونك من وراء هذا الفيلم، هذا المسلسل ديال الضغط على القضاء، البهرجه، يعني البكاء العويل، هذا الشيء كله علاش؟ الا مشى لك عقارك انت راك مشيتي درتي حجز تحفظي، وجبنا للمحكمه ما يفيد انهم داروا حجوزات تحفظيه. ما يمكنش تقول لي دير حجوزات تحفظيه على شيء وهمي. هما كيقولوا وهمي، كيقول لك درنا 67 مليار، وعلاش حاجز؟ حاجز على الارض الاولى والارض الثانيه. الارض الاولى فيها 74% قريه سياحيه ما شاء الله، والارض الاخرى فارغه، ولكن انت درتي عليهم حجوزات، بمعنى انت كتعترف من خلال الحجوزات اللي درتو ان المشروع ماشي وهمي. وعلاش داخلين راجل 10 سنين السجن؟ علاش كديروا المحاكمه الشعبيه؟ علاش كتضغطوا؟ علاش كديروا شرع اليد؟ علاش كتبكيو بحال الامر يتعلق بسكن رسمي كسكن سكوندير، وانتم ما درتوا الحجوزات وكتنفذوا، ولا تبع المزاد العلني راه غيدي داك العقار اللي عينوا فيه والباقي راه غادي تنفذوا انتم من بعد ما تنفذ البنكر، والبنكر ما غاديش كلشي. لا العقار كبير، عرفتي العقار فوقاش تشرى في 2013، يعني عرفتي شحال كيسوى دابا؟ من 2013 لدابا عرفتوا العقار شحال كيولا كيسوى؟ بمعنى ان البنك غتدي وغتوفي وغيبقى لهم رزقهم، وداروا حجوزات ومتبعين المساطير. ومادام متبعين المساطير ديالكم تما في التجاريه، علاش كتجيو ديروا هذا الاسلوب في المحكمه؟ يعني الغرض ديالهم ماشي هو التعويض، لانهم ما كيرافعوش من اجل التعويض، يقول لك بغينا فلوسنا، لانهم تيقول لك بغينا ليه اقصى العقوبه. عمركم شتيو شي حد في جريمه ماليه كيقول بغيت اقصى العقوبه؟ الجريمه الماليه كلهم واخا يكون كيسال مليار، واخا يكون تسال مليار، تيقول لك بغيت فلوسي. ما عمرني شي واحد تيقول لك بغيت العقوبه. العقوبه كتلقاها شي مراه اللي اغتصبوا ليها الله يستر ولدها ولا بنتها، ولا شي واحد اللي قتلوا ليه الروح، هما اللي كتقول لك ما غيبرد ليا قلبي لا مؤبد ولا اعدام. ولكن الناس بحال هادو المفروض كيبغيو الفلوس. انا تعجبت، وانتم شوفوا رد الفعل اللي داروا عليا انا والمحامي، لان درنا الدور ديالنا. واحد الوقيته تعرضت انا للاعتداء، قالوا لي ما عندكش حق تنوبي في هذا الملف، واش كاين شي واحد عنده الحق يتدخل فيا يقول لي على من نوب على من ما نوبش؟ انا كون ما اقتنعتش بان هذا الملف وراه الناس اللي كتحارب الاقتصاد الوطني، الناس اللي كتحارب المنافسه الشريفه، الناس اللي الغايه ديالها هي الزج بمنافسين جدد في السجون. لو كان ما عرفتش بان هذا الملف فيه ضغوطات يعني ممنهجه، ما كنتش غادي ندخل، دخلت بمنطق الحقوقي ودخلت كمحاميه كندير الخدمه ديالي وكناخذ اتعابي. هذا لا يمنعني ولا يمنع اي كان ولا يخوي لاي كان باش يتدخل فيا، ولكن ضميري مرتاح. داكشي اللي خصني نقوله قلته، عجبهم ما عجبهمش يمكن لهم يخوفوا اي كان، الا انهم يخوفوا المحامي والمحاميه، لان المحامي والمحاميه الا ما كانش شجاع ومقدام ما كيختارش هذه المهنه.